أن أولا كنشكروا هذه المواقع الإلكترونية اللي كتواكبنا ماشي فقط في هذا الموضوع هذا ولكن في كل المواضيع المتعلقة بالمنظومة ديال التربية والتكوين على مستوى مديرية طنجة أصيلة. هذا اللقاء معكم هو من أجل تقديم بعض التوضيحات المتعلقة بالمبادرة الخاصة بتوظيف أطر الأكاديمية. نبغي نشير فقط بأن الوزارة كقطاع تشتغل على تحسين جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ في المؤسسات التعليمية ديالنا سواء العمومية أو الخصوصية. كذلك تشتغل على جعل المؤسسة العمومية كتميز واحد الجودة وجذابة بالنسبة للأسر المغربية. هذا الهدف كينسجم كيف ما قلت مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد كذلك مع التصريح الحكومي الجديد ديال الحكومة الحالية. لتحقيق هذا الهدف كان من المفروض أن الوزارة تعتمد واحد مجموعة ديال المعايير من أجل تنظيم هذه المباراة. هذه المعايير كتمثل أولا فضرورة تقديم المترشح والمترشحة لرسالة تحفيزية وهي كتعكس مدى الاهتمام ديالو بهذه المهنة والحوافز اللي جعلته أنه يختار الاجتياز هذه المباراة. وبطبيعة الحال هذه الرسالة التحفيزية غتكون موضوع ديال المناقشة خلال الاختبارات الشفوية. من بين المعايير كذلك التي تم اعتمادها تحديد السن الأقصى في 30 سنة وبما أن مباراة تم الإعلان عنها من طرف الأكاديميات إذن هذا التحديد هو الغرض منه أولا فتح المجال للأطر التي ستلج هذه المهنة من أجل اكتساب ما يكفي من المهارات والكفاءات من خلال الممارسة سواء في إطار التكوين المستمر الأساسي أو التكوين المستمر. كذلك فتح المجال أمامهم أنهم يترقوا في المهنة ديالهم ويمكن لهم أنهم يتحملوا مسؤوليات أخرى غير مهنة التدريس. لهذه المسؤوليات واللوج إليها اللي مفتوح للجميع بمعنى أن الأستاذ اللي غادي يولج هذه المهنة هذه بإمكانه مستقبلا أنه يتحمل مسؤولية ديال المدير أو لمفتش تربوي أو لرئيس مصلحة أو لباقي مناصب المسؤولية في قطاع التربية الوطنية. كذلك من بين المعايير التي تم الاعتماد ديالها هناك الانتقاء الأولي بناء على الملف اللي غادي يقدمه المترشح او المترشحه مع استثناء كل الطالبات والطلبه الحاصلين على الاجازه في التربيه. علاش هذا الاستثناء؟ من اجل تشجيع الولوج الى هذا المسلك اللي كيؤدي الى اجتياز هذه المباراه بطريقه سلسه. اذا هذه مجموعه من المعايير اللي وضعتها وزاره التربيه الوطنيه واللي الغرض منها هو ان نجعلوا هذه المهنه اكثر جاذبيه وبطبيعه الحال نجعلوا الاطر ديالنا عندما يكفي متسع من الوقت باش تتنقى في المسار ديالها المهني. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية اقتضى كذلك أن الوزارة تعين لجنة أو للقيادة على المستوى المركزي. تم تكليف كذلك المفتشي العام للشؤون التربوي من أجل الإشراف على هذه المباراة من خلال تأطير المصححين ومن خلال تأطير أعضاء اللجان اللي غتوضع الأسئلة ديال المباراة. إذن كل هذه الإجراءات اللي خدتها الوزارة ديال التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الغرض منها هو تمكين المترشحين والمترشحات من اجتياز المباراة في ظروف عادية. إلى حدود الآن كيف ما قلت 75,000 مترشح ومترشحة اللي تجلو في البوابة ديال التوظيف وهذا العدد هو من أجل 17,000 منصب 15,000 تم أطر التدريس و2,000 كتم الأطر الإدارية. مشكور. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.